اليوم تنسيقية الأحزاب الديمقراطية سليلة الحركة الوطنية من فيدرالية اليسار والاتحاد الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب تقدم الاشتراكية، تقارب الرؤى بخلفية طبعا هوياتية وخلفية إيديولوجية، لكي نقول لمن يهمه الأمر عن أن قانون المسطرة المدنية ليس بقانون تقني ولكن قانون ذو خلفية سياسية، من خلال المحاكمة العادلة، من خلال المصالح المتقاضين، من خلال المصالح المرتفقين، من خلال العدالة في بلادنا وتوابتها، يعني من حيث التحكيم، من حيث تحديد المسؤوليات، من حيث إقرار الحقيقة بين الناس. فقانون يحمل المشروع الحالي يحمل ألغام غير مرئية، علينا أن نساهم في الوعي الجماعي من أجل التصدي لها، لأنها فعلا تؤسس لميز طبقي داخل المجتمع المغربي، هي عدالة للأغنياء، كذلك هي قوانين تغتال الدفاع ورسالة الدفاع، هي كذلك قوانين تعتبر على أن المتقاضي متهمين من حيث حقهم الدستوري في التقاضي من خلال آليات التغريم على فرسان العدالة وعلى المتقاضي. لذلك اليوم هذه الحكومة الطبقية النيوليبرالية لا يمكن أن نواجهها إلا بوعي سياسي حاضر، وطبعا أحزاب اليسار كانوا دائما سباقين في يعني الالتصاق بالجماهير الشعبية وتأسيس وتأطير الوعي الجماعي من أجل هذا التدافع السليم الذي يحمي المسلسل الحقوقي والدستوري في بلادنا. بالنسبة الآن نحن أمام مستجد اللي هو خوض المقاطعة الشاملة للجلسات وأيضا باقي الإجراءات، نتم في التنسيقية كيف تقيموا هذا الشكل اللي دار وكيف ممكن أنكم تخرطوا فيه؟ طبعا كما تعلمون أن الدفاع هو السباق للحوار، لأنه مرافعات الزميلات والزملاء ورسالتنا الكونية هي تؤمن بالحوار وتؤمن بالإقناع، فلذلك المقاربة التشاركية التي أقر بها الدستور الأخير دستور 2011 لم تفعل من طرف هذه الحكومة، بحيث أن هناك مسودات كثيرة للهيئات المهنية، مسودات كثيرة للحركة الحقوقية للأحزاب، ولكن لم يعني تعطي أكلها داخل المقترحات الحكومية في هذه المشاريع ديال القوانين. لذلك اليوم المحامين قرروا أن ينسحبوا من المحاكم، هو ليس إضراب كوننا لسنا طبعا شغيلة ولكن احنا مهنة حرة، لذلك قررنا مغادرة المحاكم لأجل غير مسمى حتى تعدل هذه الحكومة عن غيها وتعيد المقاربة التشاركية مع الجسم المتخصص اللي هو الدفاع في يعني بلورة تصور يصب في مصالح المغربية والمغاربة من حيث العدالة والمحاكمة العادلة. سؤال آخر، يعني هذا التوتر لا ينحصر فقط على علاقة المحامين بوزارة العدل ولكن حتى الكتاب بالضبط مفوضين، ما الذي يجعل هذا القطاع العدالة دائما يئن تحت هذه الصراعات وتحت هذه الاحتجاجات الدائمة؟ لا، هما احتجاجات مختلفة، الموظفين لديهم ملف مطلبي متعلق بالأجور وشروط العمل، اعتصام أو توقف المحامين هو مرتبط بالنظام الدستوري والنظام العام للمغرب من خلال الأساس الدستوري ألا وهو العدالة، لما تختل العدالة فهذا مدخل إلى الفوضى في بلادنا. لذلك اليوم المحامين كما تاريخيا هم حماة للنظام العام وهم حماة الاستقرار في البلد، لذلك هذا القانون قانون المسطرة المدنية، وبعده قد تأتي قوانين أخرى من المسطرة الجنائية وقانون المهنة، قانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يمس الاستقرار في بلدنا من حيث ما قلناه، من حيث اتهام نوايا المتقاضي، من حيث إعدام أو إقبار حقوق الدفاع من حيث حصانتهم واستقلاليتهم، وإقرار الميز الطبقي إن صح التعبير بين الأغنياء والطبقات الشعبية في الولوج الدستوري طبعا للعدالة.